ورحمة الله وبركاته. أستاذة رسمية إبراهيم، مدرسة الاقتصاد مدارس التمريض الخانقة. النهاردة إن شاء الله بنشرح الاقتصاد المدارس الثانوية الفنية للتمريض للصف الثاني الثانوي، الفصل اللي هو الثالث، الاقتصاد والحياة. طبعا بنتكلم اللي احنا بالنسبة لكل إنسان محتاج اللي هو يهتم بعلم الاقتصاد. ليه بقى؟ بيتعلق الاقتصاد بحياتنا اليومية وله علاقة وثيقة بتعاملاتنا الفردية اليومية. ما منا إلا وبيذهب إلى الأسواق، ربما يكون سوق خضار، ربما يكون سوق مال، سوق سيارات، سوق اللي هي الإيه العملة، سوق اللي هي الذهب. يبقى كده يعتبر تعاملاتنا اليومية مع الأسواق. نتكلم أولا السوق. طب السوق طبعا بيتكون ايه؟ مكونات السوق. طبعا السوق بيتكون من اول حاجه السلع التي تعرض، الحاجه الثانيه السعر السوقي، السعر اللي بيحدده العملاء ايه البائعين. في عندنا اللي هو البائع اللي بيقول عليه اللي هو ايه المنتج، اللي بيعرض السلعه للبيع ويبدا ايه يعرضها للانسان يشتريها. الحاجه الثانيه اللي هو غير البائع اللي هو المشتري اللي بنقول عليه المستهلك اللي هو بيكون عنده القوة الشرائية لشراء هذه الايه السلعة. يبقى دي بالنسبة لمكونات السوق: السلعة، السعر السوقي، اللي هي البائع، المشتري. بنقول البائع اللي هو مين؟ البائع اللي هو بيشتري السلعة، القادر على شراء السلعة. المشتري اللي هو بيشتري السلعة. المستهلك بقى اللي هو بيشتريها وقادر على شرائها. المنتج اللي هو بيعرض السلع. يبقى دي مكونات السوق. في عندنا عوامل اللي هي بنقول عليها العوامل التي تساعد على اللي هو زيادة الايه الطلب على السوق. اول حاجة عدد المستهلكين. طبعا المستهلك كلما زاد عدد المستهلك اللي هو بيشتري السلعة كلما زاد الشراء. الحاجة الثانية دخول المستهلكين، كلما زاد دخل المستهلك كلما زاد شراء السلع. الحاجة الثالثة ذوق المستهلكين. ذوق المستهلكين ان كل مستهلك او كل مشتري له اختلاف في شراء السلع. ولولا اللي هي الاذواق لبارت السلع، ان السلعة دي كل واحد بيبقى له اختلاف في اختيار السلع، كل واحد له ذوق في اختيار السلع. يبقى دي بنقول عليها الايه العوامل التي تساعد على او تزيد من زياده اللي هو الايه الشراء. الحاجه اللي بعد كده او العامل الاخر اسعار السلع الاخرى. طبعا المستهلك بيدور على السلعه، بيشوف السلعه، لو في سلعه تلاقيها كده هترتفع فبيبدا مجرد ما بيعرف ان سعر السلعه ده هيزيد بيبدا يشتري هذه السلعه. فطبعا يعتبر ان اسعار السلع دي بتزيد كلما زاد المستهلك عليها وكلما زاد شراء المستهلك منها. دي بالنسبه للعوامل التي تساعد على زياده الشراء او زياده اللي هو الايه طلب المستهلكين على السلع. في عندي انواع الاسواق. في عندي اول حاجه سوق منافسه كامله. الحاجه الثانيه او النوع الثاني من السوق اللي هي الاحتكاريه. السوق المنافسه الحره بنقول ان الاسعار السلع بيكون اسعار السلع فيها لا تحدد الا عن طريق مزاد، يعني ما فيش سلعه لها سعر معين الا بعد قيام مزاد وبيحددوا سعر هذه السلعه. يبقى دي بقول عليها سوق حره، سوق منافسه، يعني تتعدد فيه الايه اللي هم اعداد اللي هم المنتجين للسلع ولا تحدد سعر السلع الا عن طريق مزاد. يبقى ده بقول عليه سعر اللي هي سوق المنافسه الحر. في عندي النوع الثاني من السوق الاحتكارية. سوق احتكارية ان بيكون المحتكر ده للسلعة لإما يكون شخص لإما شركة لإما حكومة. يبقى دي بقول عليها سوق احتكارية، ان لو كانت مثلا شخص اللي بيحتكر السلعة بيقوم بشراء السلعة وتخزينها إلى أن تقل في الأسواق ويبدأ بعرضها وبيعها للمين؟ اللي هم المنتجين. يبقى معنى كده دي انواع الاسواق اللي موجوده عندنا. يبقى سوق اول حاجه سوق منافسه حره، السوق الثانيه سوق احتكاريه. في عندي انواع للسلع. طبعا عندي اول حاجه السلعه اللي هي المكمله. سلعه مكمله
إنها لا تستخدم هذه السلعة إلا بسلعة أخرى، بتكمل سلعة أخرى. سلعة مكملة زي إيه؟ مثل إيه؟ مثال إن أنا عندي أمبولات وعندي اللي هي سرنجة. طبعا ما ينفعش أدي الأمبولات إلا بوجود سرنجة، وبالعكس صحيح، السرنجة بوجود أمبولات. يبقى معنى كده اللي بينا محتاجة دي بقول عليها سلعة مكملة. في عندي نوع تاني من السلع، سلعة بديلة. سلعة بديلة إن أنا السلعة دي لو أنا مثلا بحب أشرب الشاي، فالشاي مش موجود، ممكن أستغنى عن الشاي بالقهوة، ممكن أستغنى عن الشاي بالنسكافيه. يبقى معنى كده إن أنا السلعة البديلة دي أنا بقدر إيه أعملها. في سلعة مستقلة. طبعا السلعة المستقلة طبعا هي سلعة الوحدية، فما أقدرش ولا تبقى مثلا أستغنى عن جزء منها، لا، سلعة مستقلة بذاتها. ما ينفعش لا أشتري هذه إيه السلعة، سلعة خاصة لوحدها. يبقى دي أنواع السلع، في عندي ثلاث أنواع من السلع: سلعة مكملة، سلعة بديلة، سلعة مكملة، سلعة بديلة، سلعة مستقلة. يبقى دي أنواع إيه السلع. يبقى دي بالنسبة أنواع السلع الموجودة عندي فين؟ في السوق، أنواع السلع اللي موجودة في السوق. قلنا إيه العوامل اللي هي المؤثرة للطلب السلعة وعرفناها: عدد المستهلكين، دخول المستهلكين، ذوق المستهلكين، توقعات المستهلكين، أسعار السلع الأخرى. يبقى دي بالنسبة اللي هي العوامل المؤثرة في طلب السلع. قلنا أنواع السلع: سلع مكملة لا يمكن استهلاك الواحدة إلا باستهلاك الأخرى، سلع مستقلة لا يرتبط استهلاك الواحدة بإيه؟ بالأخرى. طب زي ايه السلعة اللي هي اللي بقول عليها المستقلة؟ اللي هي زي الأجهزة الطبية، زي الأدوية. يبقى دي مستقلة بذاتها. يبقى دي بالنسبة أنواع السلع. بكده عرفنا أنواع الأسواق، عرفنا أنواع السلع. في عندنا قانون، طبعا الأسواق بتربطها قوانين. أول حاجة قانون الطلب. قانون الطلب ايه هو؟ قانون الطلب هو العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، وهي علاقة عكسية. يبقى قانون الطلب هو العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، وهي علاقة عكسية. علاقة عكسية، كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية المطلوبة للمستهلك، والعكس صحيح. يبقى ده بقول عليه قانون الطلب. يبقى قانون الطلب العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها علاقة عكسية. إزاي علاقة عكسية؟ كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية المطلوبة للمستهلك. يبقى ده بقول عليه قانون الطلب. قانون الطلب، يبقى دي القوانين التي تربط الأسواق. في عندي برضو في الأسواق اللي هو الإيه؟ العرض. العرض طبعا ده أحد جوانب السوق. يقوم المنتج بإنتاج السلعة اللي هي المعروضة وعرضها في البيع في فترة زمنية محددة. طبعا في عوامل بتحدد أو عوامل تتحكم في كمية السلع المعروضة. طب إيه العوامل؟ أول حاجة أسعار عوامل الإنتاج. إن ارتفاع عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة طبعا يؤثر على ارتفاع تكلفة هذه السلعة. يبقى دي بقول عليها ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج. الحاجة الثانية تغير أسعار السلع الأخرى. تغير أسعار السلع الأخرى، طبعا ارتفاع أسعار السلع الأخرى يؤثر على السلعة اللي هي محل اللي هي الشراء، أو محل اللي هو المنتج راغب في إنتاجها، أو محل شراء اللي هو المنتج هذه السلعة. في النقطة اللي بعد كده ثلاثة، عدد المنتجين. كلما ارتفع عدد المنتجين كلما ارتفع العرض على هذه السلعة، والعكس صحيح. يبقى عدد المنتجين من العوامل التي تتحكم في كمية السلع المعروضة. في عندي النقطة اللي بعد كده أربعة، التقنية المستخدمة. اللي أنا طبعا لما أجي أعمل إنتاج سلعة طبعا بستخدم وسائل في إنتاجها، وسائل تعمل على تخطيط تكلفة الإنتاج. اللي أنا أعمل وسائل أو استخدم وسائل تقلل لي من الإنتاج، من تكلفة الإنتاج. طبعا كلما انخفض المستوى التقني المستخدم كلما عمل على زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الكمية المعروضة.
يبقى دي بالنسبة التقنية المستخدمة. 5 الضرائب والمعاونات الحكومية. طبعا الحكومة بتقوم بفرض ضريبة على الإنتاج، وهذا يعني ارتفاع تكلفة الايه السلع، طبعا بيؤدي الى بقى ايه قيام المنتج بإنتاج كميات اقل من السلع اللي هو بيقلل الكمية. طب تقليل كمية السلع يؤدي الى تخفيض عرض السلع، طبعا ومن ما يؤدي الى انخفاض ايه بقى اللي هو الشراء على السلع. فلما تقوم الدولة بإعطاء معاونات للمنتج يؤدي إلى انخفاض تكلفة السلع، مما يؤدي إلى زيادة المنتج في إنتاج هذه السلع. يبقى دي العوامل التي تؤثر أو التي تتحكم في إنتاج كمية السلع المعروضة. يبقى احنا قلنا 5 عوامل، منها أسعار عوامل الإنتاج، 2 تغير أسعار السلع الأخرى، 3 عدد المنتجين، 4 التقنية المستخدمة، 5 الضرائب والمعاونات الحكومية. يبقى كده اتكلمنا عن النوع الثاني من السوق أو الجانب الآخر من السوق، وهو اللي هو العرض. في عندنا قانون زي ما قلنا قانون الطلب، في عندنا قانون العرض. طب ايه قانون العرض؟ هناك علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة. يبقى هناك علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، فإذا زاد ثمن السلعة زادت الكمية المعروضة والعكس صحيح. يبقى ده بالنسبة للقوانين التي تحكم الأسواق، منها قلنا أولا قانون الطلب، ثانيا قانون العرض. يبقى دي قوانين بتحكم لي الأسواق اللي احنا بنتكلم عنها.